مساءكم عزود من جوات عبد الله، مساءكم بكل خير. فيديو جديد يوم الخميس بأول شهر 1 ديسمبر. أنا عايز أقول رجعنا المكان ده تاني، المكان ده طبعا يعني خدت بالألعاب القوة، يعني بيظبط الجسم. عايز أقول في هنا تمارين تلعب ضغط، يعني ده الجهاز ده تلعب ضغط، وفي هنا تلعب مثلا عقلة، وفي يعني زي ما تقول ايه في العاب قوة، وفي هنا طبعا تمرين ضغط. ده اللي عايز يخس بقى وضبط الجسم انصحك انك تمشي، واللي يوصل لحد كورنيش المكان ده ممكن تلعب لك شوية تمرين، شوية ضغط مع شوية التمرينات اللي هي العقلة دي، يعني حاجات كده ايه بتقوي جدا. واحلى يوم يوم الخميس مع رياضة. اشتركوا في القناة واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. شكرا لكم.